تفاصيل مقتل سهيلة نصر طالبة من أبو المطاطير محافظة البحيرة. سهيلة نصر طالبة في السنة الخامسة كلية طب الإسكندرية، سقطت من الدور الثامن في أول يوم دراسي داخل دار طالبات خاصة. كثفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية جهودها لكشف ملابسات حادث سقوط طالبة. تدعى سهيلة نصر البالغة من العمر 23 عام، والتي كانت تدرس في السنة الخامسة بكلية الطب من الطابق الثامن داخل دار طالبات خاصة، حيث أدى الحادث لمصرعها على الفور. أسرة الطالبة قالت أن هناك شبهات جنائية تحوم حول الحادث، وطالبت بالكشف عن الحقيقة، إذ أكدت إحدى الشاهدات إلى أن ثلاثة من زملائها استدركوها وألقوها من الطابق الثامن، ولا يوجد أي دوافع للتخلص من نفسها. الضحية اتخانقت مع زميلتها في السكن، رموها من الدور الثامن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أجهزة البحث الجنائي تواصل تحقيقاتها المكثفة وتقوم بتفريغ تسجيلات الكاميرات، إلى جانب الاستماع لشهادات شهود العيان، فيما أصدرت النيابة تعليمات بتشريح الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة. نسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.